بغيت يا اختي تزياني ليا وتبيضي والوجه ديالك تنقى يولي صافي فحال الحليب، وتهني ليا من الكلف ومن البقع الداكنه سواء اللي في الوجه او لا في الجسم. ركزي معايا حتى لاخر الفيديو، اليوم جبت لك السر اللي مستحيل تعرفيه من اي وحده. شحال من وحده غتكوني طلبتيها بزاف ورغبتيها ولكن ما قالتش لك شنو كدير البشره ديالها. اليوم انا جبت لك الوصفه اللي غتهنيك من الكلف، كطير الكلف ولو يكون ديال 6 سنين 7 سنين 8 سنين حتى 10 سنين حتى الاكثر. هاد الوصفه كتنقي الوجه، كتصفي لك الوجه ديالك، تتقضي على التصبغات، كطير البنات الكلف ولو يكون الكلف كيف ما بغى يكون، سواء عندك في الجسم ديالك او لا في الوجه ديالك. ديري لي هاد الوصفه وتفكريني. مهم تبعوا معايا البنات الفيديو حتى التالي، مهم بزاف باش تشوفوا معايا ان شاء الله الوصفه اللي غنبارطاجي معاكم اليوم. وصفه البنات كتعطي نتيجه خياليه في الازاله ديال الكلف، يعني في التصفيه ديال البشره، في التصفيه ديال الجسم. فخليكم معايا وما تنسونيش احبابي واحد لايك للفيديو هكا باش يشوفوه ناس اخرين، ففضلا وليس امرا خليوا لي واحد اللايك وخليوا لي شي تعليق زوين وبارطاجيو هذا الفيديو وغادي نبداو. المهم غادي تشوفوا معايا يعني الطريقه مبسطه ديال التحضير ديال هذا الكريم بالنسبه يعني لاي وحده عندها الكلف في البشره ديالها. فغادي ان شاء الله تعطيك هذه الوصفه نتيجه ممتازه في تصفيه البشره، غير يعني ما تعكزوش، حيدوا شويه العكز وديروا لي هذه الوصفه، راه سهله وغادي ديريها يعني تحتفظي بها في الثلاجه اسبوع، يعني ما غتبقيش ديريها كل نهار. داكشي علاش قلت لكم وصفه جات لكم سهله. يلا البنات غادي نبداو. غادي نحتاجوا البطاطا، سواء كانت البيضاء او الحمراء ماشي مشكل. انا هنا سلقت البطاطا، كديروا حبه ديال البطاطا كبيره وغتسلقوها وتخليو ليها داك الماء ديالها، ما تكثروش الماء بزاف باش داك الماء يجي قليل، انتما كي كتشوفوا معايا. المهم انا غادي ناخذ هاد البطاطا بهذا الشكل هذا، غنديرها في التلافه شويه كبيره وغادي نمعسوها بالفرشيطه او لا الشوكه بهذا الشكل هذا، كنمعسوها مزيان. وهنا ضروري تمعسوا البطاطا وهي سخونه باش هكا ما تقصحش ليكم. كي غتحيدوها من داك الطنجره ولا هذا فين سلقتوها، غادي هذيك الساعات تمعسوها باش ما تقصحش ليكم وما غاديش تجيكم الوصفه. المهم انا غادي نمعسها هنايا مزيان، هانتوما كي كتشوفوا معايا كنمعسوها مزيان وهي سخونه، وكنحتفظوا بديك الميه ديالها على جانب باش لحتاجينا منها نلقاوها يعني موجوده. صافي دابا من بعد ما معست البطاطا غادي نزيد الحليب المجفف، اي نوعيه ديال الحليب. فبزاف كيخلوا لي في التعليقات واخا نستعملوا الحليب كذا ولا كذا، غتستعملي اي حليب مجفف، مهم يكون مجفف، سواء الحليب ديال الاطفال الرضع او اي حليب عندك مجفف، ما تيهمش النوعيه. فانا كنستعمل هذا لانه متوفر عندي، كل وحده غتستعمل الحليب اللي متوفر ليها. غادي نستعمل هنايا ملعقه كبيره كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نخلطوا المكونات مزيان. انا درت هاد الزلافه كبيره كيف ما شفتوا معايا باش تساع ليا ونخلط فيها الوصفه يعني مرتاحه، الاخرى جاتني شويه جاني فيها هاد الشيء كثير. المهم كيف ما شفتوا معايا صافي كنخلطوا الوصفه مزيان حتى وكان داك الحليب تيندمج لينا مع البطاطا. واش بغيت نقول لكم بالنسبه للناس الجداد اللي اول مره تيكتشفوا القناه ديالي، تنقول لكم مرحبا والف مرحبا. فإلى عجبكم المحتوى من طبيعه الحال ما تنساوش تنضموا للعائله ديالنا، وان شاء الله تكبر القناه وتكبر العائله ديالنا، وضغطوا على الزر الاحمر اسفل الفيديو ابوني او سبسكرايب او اشتراك. ما تنساوش حاجه مهمه هو انكم تفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد الوصفات وتوصلوا بالفيديوهات ديالي فورا نزولها ان شاء الله على القناه. من بعد ما خلطنا الحليب غادي نديرو ثاني مكون، هو نشا الذره اولا زهره الذره كيف ما كتشوفوا معايا. فتنوريكم انا هنا بزاف اللي كيكتبوا لي واش حنا ما تنعرفوش النشا، راه ماشي الناس اللي تيعرفوا يعني النشا راه ماشي مشكل، كنبين لكم الناس اللي ما تيفهموش اللهجه ديالي وما كيفهموش حتى يعني اللغه العربيه، الناس اللي كيكونوا من امريكا يعني من الدول اللي ما تتفهمش يعني اللغه العربيه ولا حتى يعني اللهجه ديالنا. بالنسبه للنشا غادي نديرو نصف ملعقه كبيره كيف ما شفتوا معايا، وغادي نخلطو مزيان المكونات حتى يتخلطوا لينا. هاد الوصفه كتبيض، يعني كتعطي التبييض، كتعطي التنقيه للوجه، كتصفي البشره، كتحيد الهالات السوداء يعني ديك الزروق هي اللي كتكون تحت العينين،
مهم كتحيد حتى داك لاطراس ديال الحبوب اللي كيبقى زرق. مهم وصفة زوينة وتحيد لك حتى الحبوب من الوجه ديالك. الا كان عندك الحبوب هاد الوصفة غادي تحيد لك حتى الحبوب من الوجه ديالك وتنقي لك البشرة ديالك. دابا غادي ناخدو الكركم. بزاف اللي كيسولوني في التعليقات اين كركم غنستعملو. الكركم اللي كتشريوه على ديال العويدات، يعني كتشريوه من عند يعني مول العطريه، كتشريو الكركم ولكن تيكون عواد وكطحنوه وكديروه في شي قرعه ولا شي حاجه وكتبقاو تستعملوه غير الوصفات، يعني كتكونوا عارفين اشنو غتستعملوا البشره ديالكم. غادي نديرو معلقه صغيره وغنخلطوا الوصفه ديالنا مزيان حتى تولي لينا بحال الكريم. بالنسبه للكركم راه رائع في تصفيه البشره، مفيد يعني لتنقيه البشره لا من الكلف ولا من اي حاجه، راه تيعطي التبييض للجسم وللوجه. كنخلطوا هاد الوصفه مزيان حتى وكان يعني كتندمج لينا كل المكونات مع بعضياتها بهذا الشكل هذا. عاد من بعد غادي ندوزو باش نزيدو المكونات الاخرى اللي باقا لينا. بالنسبه لهاد الوصفه البنات علاش قلت لكم راها زوينه بزاف اللي تيعكزوا انهم يصايبوا وصفه كل نهار. هاد الوصفه اللي جبت لك كتبقى اسبوع في الثلاجه، غتبقاي تستعمليها مده اسبوع صافي، نسي عليا شي حاجه سميتها تصبغات في البشره اولا يعني اثار ديال الحبوب اولا الحبوب اولا اي حاجه. فاللي عندها الحبوب واللي عندها الكلف واللي وجهها يعني فيه تصبغات يعني ما صافيش، هاد الوصفه غادي توافقك بزاف اختي، غير جربيها وردي عليا الخبر، راه كتعطي واحد النتيجه اللي زوينه ونتيجه رائعه في التبييض. دابا غادي نزيدو الجبن، هاد الجبن المربع ديال كيري، الا ما عندكش ديري الجبن المثلث ماشي مشكل. غادي نستعمل غير نص ديال الحيطه وغادي نخلطها مزيان حتى تندمج ليا مع المكونات. انتم كي كتشوفوا معايا البنات بهذا الشكل هذا. مهم تنخلطوا الوصفه مزيان، مهم تخلطيها حتى تبان لك يعني المكونات كلها اندمجت فيما بعضياتها. ومن بعد غتشوفوا معايا كيفاش غادي ان شاء الله كيفاش غادي نكملوا الوصفه وكيفاش غادي نحضروها باش غادي نطبقوها على الوجه ديالنا. غادي نشارك معكم واحد الطريقه زوينه اللي غادي تبقاو ديروها ان شاء الله حتى نتوما باش تحضروا هذه الوصفه هذه. دابا غادي نزيد قطرات من زيت اللوز الحلو، ممكن تعوضيه باي زيت عندك كتستعمليه للبشره ديالك، سواء زيت الارغان او لا زيت جوز الهند او اي زيت عندك، زيت السمسم، اي زيت كتستعمليه للبشره ديالك. الا ما عندكش ممكن تكتفي غير بهذه المكونات هادو ماشي مشكل. مهم حاجه مهمه هو انكم تخلطوا الوصفه مزيان باش هكا البطاطا ما تبقاش لكم طريفات، وكيف ما قلت لكم في الاول معسو بطاطا وهي سخونه يعني ما تخليوهاش حتى يعني تبرد، راه غتقصح واخا غير جوج دقائق راه غتقصح. كي تحيدوها من على النار يعني بداو تحضروا في الوصفه. دابا انا زدت ملعقه كبيره من داك الماء ديال البطاطا غير باش الكريم ديالنا يجينا مزيان. صافي غنخلط الوصفه مزيان. ودابا غادي ندير واحد الطريقه الى يعني استعملتوها غادي تعجبكم بزاف. غادي تاخذوا الصفايه، المهم انا عندي يدي صغيره ماشي مشكل ولكن ممكن يعني تستعملوا صفايه كبيره. غادي تصفيو البطاطا بهذا الشكل هذا انتوما بهذه الطريقه غادي تصفيوها، فكل شيء داكشي غادي يبقى لاصق لينا في الصفايه، يعني دوك الحبيبات ديال الخرقوم الغلاط والطريفات ديال البطاطا اللي كيكونوا مازال ما تمعسوش كيتمعسوا وكل شيء. البنات انتوما تهبط لينا يعني بحال الكريم اولا بحال البوماد، تيولي عندنا يعني الخلطه كتجينا رطبه على الوجه وكتجينا يعني بحال الكريم. ها نتوما كي كتشوفوا معايا كاين فرق ما بين كيف كانت وكيفاش ولات، كتولي بهذا الشكل هذا. المهم كنبغي نشارك معكم ادق التفاصيل وباش الوصفه تعطيكم نتيجه. بالنسبه اللي عندها الزعفران الحر يعني الزعفران شعره استعملوا، انا غير ما استعملتوش لكم هنا، ولكن اللي بغات تضيفه تضيف منه واحد اربعه ديال الصغيبات ديال الزعفران، راه زوين بزاف. وملي غديروه في الثلاجه غتخليوه حتى لغدا ليه بات، وغادي تخلطوه مزيان باش داك الزعفران تيطلق.
غتلقاوه طلق وغيتخلط لكم عادي، يطلق لكم في الكريم. لا درتو الزعفران، الا ما درتوش درتو هذه الطريقه هذه بلا ما تضيفوا الزعفران، فبلا ما تخلطوه يعني لا غدا عليه. صافي دابا غادي ناخذ واحد الحك ديال شي كريم خاوي يكون مغسول مزيان وتنشفوه وديروا فيه الوصفه ديالكم بهذا الشكل هذا. غادي تحتفظوا بها في الثلاجه لمده اسبوع، غتبقى يوميا يوميا طبقي هذه الوصفه على الوجه ديالك يكون نقي، تخليها 20 دقيقه حتى نص ساعه، وتغسلي الوجه ديالك بالماء دافي، من بعد تستعملي الماء بارد باش يشد لك الوجه ديالك ويسد لك المسام ديال البشره ديالك. ومدة اسبوع ردي عليا الخبر، البشره كتولي صافيه كتنقى غتهني من اي مشكل عندك في الوجه ديالك. ممكن ديروها حتى للجسم، راه واعره هذه الوصفه، ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر. بالنسبه اللي عندها الكلف واللي عندها الحبوب واللي عندها اي مشكل، تغسل بهذا الصابون هذا ديال المنجل او الصابون الطبيعي، هذا راه صابون زوين، صابون الطرف راه زوين بزاف. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على الصابون ديال الكف، ماشي هو هذاك البنات، الصابون ديال الكف ماشي هو هذا ديال المنجل. ديال الكف انا ما كنستعملوش لوجهي، كنستعمل هذا ديال المنجل، يعني صابون طبيعي. المهم هذا الشيء اللي كاين، نتمنى ان شاء الله ان هذه الوصفه هذه تعجبكم، وضروري تغسلوا بهذا الصابون، راه زوين بزاف، كينقي البشره حتى من الكلف وحتى من الحبوب والاثار ديال الحبوب، وراه كيعطي يعني واحد التبييض حتى هو، وكيحيد الجلد الميت. استعملوا هذا الصابون مع هذه الوصفه، وفي الليل اضغطيو البشره ديالكم سواء بزيت اللوز او لا اي زيت كتستعمليه مرطب للوجه ديالك. لهنا نكون وصلت نهايه الفيديو، كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه، وغنتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد في امان الله.